الأصحاح الثاني عشر من إنجيل معلمنا مار مرقس. وابتدى يقول لهم بأمثال: إنسان غرس كرما وأحاطه بسياج، وحفر حوضا معصرة، وبنى برجا، وسلمه إلى كرمينا وسافر. ثم أرسل إلى الكرمينا في الوقت عبدان ليأخذها من الكرمينا من ثمر الكرم، فأخذوه وجلدوه وأرسلوه فارغا. ثم أرسل إليهم أيضا عبدا آخرا فرجموه وشجوه وأرسلوه مهانا. ثم أرسل أيضا آخر فقتلوه، ثم آخرين كثيرين فجلدوه منهم بعضا وقتلوه بعضا. فإذ كان له أيضا ابن وحيد حبيب إليه أرسله أيضا إليهم أخيرا قائلا أنهم يهابون ابني. ولكن أولئك الكرمين قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلما نقتله فيكون لنا الميراث. فأخذوا وقتلوا وأخرجوا خارج الكرم، فماذا يفعل صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك الكرمين ويعطي الكرم إلى الآخرين. أما قرأتم هذا المكتوب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. فطلبوا أن يمسكوا، ولكنهم خافوا من الجمع، لأنهم عرفوا أنه قال المثل عليهم، فتركوه ومضوا. ثم أرسلوا إليه قوما من الفريسيين والهيروديسيين لكي يصطدوا بكلمة، فلما جاءوا قالوا له: يا معلم، نعلم أنك صادق ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس، بل بالحق تعلم طريق الله. أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ نعطي أم لا نعطي؟ فعلم رياءهم وقال لهم: لماذا تجربونني؟ أيتوني بدينار لينظروا. فأتوا به فقال لهم: لمن هذه السورة والكتابة؟ فقالوا له: لقيصر. فأجاب يسوع وقال لهم: أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. فتعجبوا منه. وجاء إليه قوم من الصدوقين الذين يقولون: ليس قيامة. وسألوا قائلين: يا معلم،
كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولادا أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه، فكان سبعة إخوة، أخذ الأول امرأة ومات ولم يترك نسلان، فأخذ الثاني ومات ولم يترك هو أيضا نسلا، وهكذا الثالث، فأخذها السبعة ولم يتركوا نسلا، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة متى قام لمن منهم تكون زوجتان؟ لأنها كانت زوجة للسبعة. فأجاب يسوع وقال لهم: أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله؟ لأنهم متى قاموا من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، بل يكونون كملائكة في السماوات. وأما من جهة الأموات أنهم يقومون، أفما قرأتم في كتاب موسى في أمر العليقة كيف كلموا الله قائلا: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس هو إله موات بل إله أحياء، فأنتم إذا تضلون كثيرا. فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أن وجابهم حسنا سأله: أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه هي الوصية الأولى، وثانيها مثلها هي: تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. فقال له الكاتب: جيدا يا معلم، بالحق قلت، لأنه الله واحد وليس آخر سواه، ومحبته من كل القلب ومن كل الفم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له: لست بعيدا عن ملكوت الله. ولم يكسر أحد بعد ذلك أن يسأله:
ثم أجاب يسوع وقال وهو يعلم في الهيكل كيف يقول الكتبة أن المسيح ابن داود، لأن داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. فداود نفسه يدعوه ربا، فمن أين هو ابنه؟ وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور، وقال لهم في تعليمي تحرزوا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالسة والتحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع والمتكآت الأولى في الولائم، الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعلة يطيلون الصلوات، هؤلاء يأخذون دينونة عظام. وجلس يسوع تجاه الخزانة ونظر كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانة، وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا. فجاءت امرأة فقيرة وألقت فلسين قيمتهما ربع، فدعا تلاميذ وقال لهم الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن أعوازها ألقت كل ما عندها كل معيشتها.